بدأنا بعد كده النهارده خدنا في الطاقه الشمسيه. احنا المين كلاسيفيكيشن او التقسيم الرئيسي للشبكات الخاصه بالطاقه الشمسيه تقسيمتين، حاجه بنسميها اون جريد وحاجه بنسميها اوف جريد. اون جريد يعني واصله بشركه الكهرباء السعوديه هنا، يبقى انت هتعمل سيستم، السيستم ده هتوصله بشركه الكهرباء. بوصله ليه بشركه الكهرباء او ما بوصلهوش بشركه الكهرباء؟ ده نتيجه طبيعه السيستم بتاعنا اللي هو بتاع الطاقه الشمسيه، لان يعني الطاقه الشمسيه بتشتغل بالنهار بس اثناء وجود الشمس. انا بستفيد، انا واقف هنا اهو شايف الضوء اللي طالع من البروجيكتور، طفيت البروجيكتور مفيش حاجه. يبقى هي نفس الفكره، ادي الشمس هي البروجيكتور، في اشعه نازله عندي، في ضوء، استفدت خدت الضوء ده تمام واستفدت بيه. طب البروجيكتور ده انا طفيته بالليل تمام، مفيش ضوء، مفيش حاجه هتتولد، كل الاحمال دي هتفصل. فنتيجه طبيعه الطاقه الشمسيه او انظمه الطاقه الشمسيه بنضطر نقسم الحاجات ان هي بتبقى اون جريد واوف جريد، وهناخد حاجه اسمها هايبريد وميكس ومش عارف شويه حاجات تانية، بس المين اون جريد واوف جريد. ايه المكونات الرئيسيه لاي شبكه طاقه شمسيه؟ تمام؟ بتبقى رقم واحد الالواح الشمسيه. تمام؟ وبيبقى معاها جهاز، احنا اتكلمنا امس في مصطلحين مهمين جدا، حاجه بيسموها الكونفرتر والانفرتر. نتيجه ان احنا شرحنا انواع الكهرباء او الفولت اللي بتتعامل معاها عباره عن اي سي سيجنال او اي سي فولتج او اي سي كارنت ودي سي. لازم نبقى فاهمين كويس ايه الفرق بين الاي سي والدي سي. الاي سي تيار متردد او متغير في الاتجاه والقيمه، اما الدي سي تيار ثابت. ليه شرحنا الاي سي والدي سي ودوسنا كده فيهم وفهمنا القصه دي قبل شويه؟ لان الالواح الشمسيه عباره عن دي سي سورس، هتكون هي بتاخد الراديانس او الراديشن، هنشرح دلوقتي الراديانس والراديشن اللي هو الاشعاع بتاع الشمس، وبتحولهم لكهرباء. طب الكهرباء اللي هتطلع اي سي ولا دي سي؟ الكهرباء اللي هتطلع دي سي. يبقى انا مضطر ان هنا الجنريتور نفسه اللي هيولد لي كهرباء يولد لي الكهرباء بشكل دي سي، يبقى لازم ابقى فاهم يعني ايه دي سي. رحنا شرحنا يعني ايه دي سي، مش هنغوص فيها زي امس كده، خلاص خلصناها. وبي السكشن بتاع الدي سي خاص بالالواح وخاص بالبطاريات. وكان اول لقاءنا النهارده من ساعه كده ولا من ساعه ونص، بدانا قلنا ايه الفرق بين بطاريات السيارات وبطاريات الطاقه الشمسيه. يعني ناس كتيره جدا تقول لك هو انا ليه ما استخدمش البطاريه بتاعت السياره في انظمه الطاقه الشمسيه؟ وجاوبنا على حته كده من الموضوع، قلنا ايه الفانكشن بتاعه بطاريه السياره، وظيفه بطاريه العربيه انت بتشغلها ايه، ايه وظيفه البطاريه في العربيه بتاعتك او السياره بتاعتك، ايه لازم يعني لو في عربيه او سياره بدون بطاريه؟ في بس عشان اهم شيء البدايه، في البدايه برافو عليك. هو فايده البطاريه الخاصه بالسياره تمام في موضوع الستارتنج بس. طب هل الستارتنج ده بيطول؟ ياخد كام؟ ساعة؟ لا كام يعني؟ نص ساعة؟ 10 ثواني ولا ثانيتين حبيبي. الماكسيمم على فكرة في أي نورمال بتاع أي سيارة اكتبها دي بتبقى ماكسيمم 30 ثانية ماكسيمم. هو بيحصل خلال 3 ثواني، 5 ثواني، 10 ثواني، آخرك ماكسيمم في تشغيل أي سيارة نورمال آخرك 30 ثانية. آخرك لو ما اشتغلتش بعد 30 ثانية يبقى كده البطارية فيها مشكلة. يبقى الفايدة زي ما قال باشمهندس ان انا عايز حاجه تشغل لي السياره في اول 30 ثانيه او في اول 3 ثواني 10 ثواني. يبقى انا عايز ديفايس او عايز بطاريه، من الاخر خلاص عرفنا ان هي بطاريه. ايه اللي يبقى سريع فيها؟ الشحن ولا التفريغ؟ هي بتعمل ايه لما انت بتشغل؟ بتفرغ. يبقى انا بص قلت لهم يا شباب اي حد بيدخل في علم البطاريات لازم يعرف كلمتين مهمين جدا، حاجه بيسموها الاس او سي والدي او دي. يعني ايه يا باشمهندس اس او سي؟ من غير ما تبص على السبوره يا باشا. اس او سي هو ال يعني ايه اس او سي؟ الناس عايزه تركز. يعني ايه بالانجليزي طيب؟ ستيت اوف تشارج. ستيت اوف تشارج. الستيت اوف تشارج دي بشوف بيها حاله شحن البطاريه تمام؟ عايز اعرف هي بتاخد زمن كام؟ يبقى لعبتنا كلها يا شباب في البطاريات في الوقت. انا مشكلتي اول ما اشتغلت امس بدات قلت يعني ايه فولت تمام، يعني ايه امبير،
يعني ايه باور؟ والنهارده رحت خاتم الموضوع كانت حته كده يعني ايه انرجي. تمام، ايه الفرق بين الباور والانرجي؟ ايه الفرق؟ ما تاخدش حاجه معايا. ايه الفرق بين الطاقه والقدره؟ كل شويه ناخدهم، الطاقه والقدره، الطاقه والقدره، الباور، ايه الفرق؟ وهل فاتوره الكهرباء اللي بتجي لك بتبقى بالباور ولا بالانرجي؟ الطاقه ولا بالقدره؟ الطاقه. فقال لك طبعا بالباور، واثق من نفسه قوي. ليه طيب؟ لان هي الطاقه اللي تستخدمها. شفت انت فاتوره قبل كده في حياتك؟ ارجع بص لفاتوره الكهرباء. تروح تلاقيها ايه؟ كيلو وات؟ ولا كيلو وات ساعه؟ لا ساعة. ساعه صح؟ انا ما اكتب الطاقه. حتى فاتوره الكهرباء لازم تبقى عارف ايه المكتوب في الفاتوره يعني، وانت بتدفع خلاص؟ ما هو اللي يدفع. لا بص، دايما فواتير الكهرباء بالكيلو وات ساعه. وليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش تبقى بالكيلو وات؟ لو انا جبت الكشاف اللي فوقيك ده، الكشاف ده 40 واط او 50 واط، هل حضرتك تقدر تحدد قيمه الفلوس اللي انت هتدفعها بناء على ان هو 40 واط؟ ليه بتعمل كده؟ ايوه حدد، ما انت اللي لسه قايل اه ينفع مده استخدام بالواط او بالكيلو واط. هل ينفع تحدد لو قلت لك معلومه ان هو 40 او 50 كيلو واط مثلا او 50 واط، ينفع تقول في الشهر هدفع 500 ريال فاتوره بناء على الرقم ده بس؟ ولا انت محتاج حاجه تاني؟ مده الاستخدام. مده الاستخدام، يبقى الكشاف ده ممكن يكون سي مثلا 100 واط وانا شغلته ساعتين، يبقى لازم لما اجي اقول حاجه وحده قياس يبقى اقول 100 في 2 ب 200 واط ساعه. تمام كده؟ يبقى لازم تبقى عارف وحده قياس البيل اوف الكتريستي بايه؟ بالكيلو واط اور، كيلو واط في ساعه مش على ساعه. لان انت لازم تبقى فاكر المعادله ان الانرجي بتساوي مين؟ بتساوي البي على التي، او اقدر اقول ان البي بتساوي الاي على التي. صح الكلام ده اللي انا قلت غلط؟ انا عكست صح؟ الراجل ده صاحي. قول لي طيب واحنا نايمين احنا لسه واخدين المعادله. معلش يا باشمهندس عشان انا حاسس ان انت نايم معايا. البي بتساوي اي على التي ولا اي في التي؟ البي بتساوي ايه؟ ايه علاقتها بالاي والتي يعني؟ سيبك من في وعلى. ايه علاقة البي بالاي والتي؟ بل علاقة حق شو اسمها البي، علاقة حلوة ومبسوطين مع بعض زي الكوبي. تمام، الانرجي على الانرجي هي هتساوي الاي على التي. الراجل هو بيرجع للورق بتاعه عشان يشوف المعادلة كتابها ازاي. شوف اي على التي ولا اي في تي؟ لا اي على التي. ايه رايك؟ البي بتساوي اي على تي ولا اي في تي؟ متقسم على الزمن اللي اه البي بتساوي اي على تي. او اقدر اقول ان الاي بتساوي البي في التي، لان احنا بنقول وحده قياس الاي بتساوي الباور اللي هي كيلو وات في ساعه. ما تنساش الموضوع ده. تمام مبروك. ايه اللي هو الاي؟ ايوه الاي، مش الاي بتساوي، بص كده ولا مثلث ولا بتاع، خلينا نرتب. ادي عندي الاي، احنا قلنا وحده القياس بايه؟ بكيلو وات اور، يعني في ساعه. يبقى المفروض الكيلو وات دي بتاعت مين؟ بتاعت الباور في ساعه هي التايم. لو انا عايز اجيب البي يبقى ايه على تي بس، مش اختراع. وزي ما هو اقتنع، المفروض انت مقتنع من ساعه ان مش هينفع اقيس فاتوره كهرباء او استهلاك لحمل بقيمه القدره، لا بقيسها القدره دي استهلكتها لمده كام ساعه. فبقي البارامتر المهم جدا معانا في المحاضره النهارده اللي هو الزمن في الانرجي وفي عمليات الشحن والتفريغ. لان هو اجاوب بنفسه قال لك ما ينفعش استخدم بطاريه سياره بتفرغ مثلا في ساعه. ما انا مش هقعد ساعه اشغل في السياره، فانا عايز في حاله بطاريات السيارات عايز مين يبقى سريع جدا؟ الدي او دي، ديبث اوف ديسشارج. طب هسال حضرتك سؤال عشان نقفل قصه البطاريات بتاعت الاشنسيه وبطاريه السيارات. بطاريه السيارات الديبث اوف ديسشارج سريع صح؟ يبقى انا عايز حاجه ايه؟ تفرغ بسرعه. موضوع الشحن مش هيفرق معايا قوي، بتفرق بتشحن او بتستخدم مثلا ساعه ولا نص ساعه ولا ربع ساعه في عمليات الشحن. عارف المكان اللي شغال؟
موضوع التشارجنج مش هيفرق معايا قوي. طب في الطاقه الشمسيه هل ينفع استخدم بطاريه بتعمل ديس تشارج سريع؟ لا. ليه؟ ايه وظيفه البطاريه في انظمه الطاقه الشمسيه يا شباب؟ حد يجاوبني. تشحن. ما هي بتشحن وتفرغ، ما كلهم بيشحنوا وتفرغوا، ما حدش يقول لي الشحن والتفريغ. يعني ممكن هل انا عايز اتفرغ بسرعه ولا ده منافي للي انا عايزه اصلا؟ انا ما بعرف انا ابغى اتفرغ بسرعه. ليه؟ عشان تاخد الطاقه ممكن عشان تقدر تغذي الاحمال اكبر وقت ممكن انا عايزه، اللي هو اقل وقت بالليل. مش انت بتشتغل دلوقتي الشمس بتطلع الساعه 7 الصبح ولا 6 الصبح وبتوصل للبيك مثلا او القمه بتاعتها الساعه 12 الظهر، وبعد كده من بعد مش عارف الساعه 3 بتبدا ينزل الكيرف لحد المغرب الشمس خلاص اختفت. الفتره دي اللي بيبقى فيها الراديانس او الراديشن اللي هو الاشعاع، وفي الفتره دي بتتم عمليه تحويل الاشعاع الشمسي الى كهرباء نوعها دي سي، وبالتالي الكهرباء اللي بتطلع دي بشحن بيها بطاريات. الفتره اللي انا عايزها في عمليه الشحن عايز كام؟ عايز مثلا من 7 ل 5، من 7 الصبح للساعه 5 المغرب، عايز 10 ساعات. وهنعرف شويه كده ان كل بلد او كل لوكيشن ليه البيك اور اللي هو عدد الساعات الافتراضيه اللي بنقدر نستفيد بالاشعاع الشمسي، مش 10 ساعات. هنا في السعوديه مثلا 6 ساعات من 9 لحد الساعه 3 العصر. هنعرف ايه القصه دي سهله. طيب في الفتره دي ايه اللي بيحصل؟ في الفتره دي كلها ايه اللي بيحصل؟ البطاريات شارجنج. يبقى انا عايز حاجه التشارجنج بتاعها مش صغير، عايز التشارجنج بتاعها طويل، ينفع يبقى 6 ساعات 10 ساعات، اللي هو اس او سي. الاس او سي الله يفتح عليك، اللي هو اس او، انا عايزك تطلع بس في المحاضره دي تحفظ الكلمتين دول، اس او سي دي او دي. والاهم في الشغلانتين سواء كانت بطاريه سياره او بطاريه طاقه شمسيه اللي هي الدي او دي، هو ده اللي احنا بنراجع عليه اي ديزاين او اللي انت بتشك عليه. لو انت مهندس استشاري او لو انت مهندس مقاول او بتعمل تصميمات لازم تراجع على الديبس اوف ديس تشارج، وهو ده اللي هيخلي سعر البطاريه غالي. يعني ببساطه كده انت بتلاقي البطاريه مثلا زي ما بقول 150 امبير ار بره في السوق بتاعت السياره 150 ريال ولا 200 ريال، تلاقي نفس البطاريه اللي هي الحمضيه زي ما قال الراجل تمام، اللي هي السائله دي هتلاقيها مثلا ب 1000 ريال. شايف فرق السعر من 200 ل 1000 او من 200 ل 800، ثلاث اضعاف. وده اللي خلى الناس بتقول طب ليه يا باشمهندس انا ما استخدمش بطاريه سياره في انظمه الطاقه الشمسيه؟ وده سؤال افتراضي لان الناس عايزه تروح لمين؟ للارخص. بس هي دي مش هتأدي الغرض، مش هي اللي عايزينها. لان طبيعه عملها غير. انت عايز الديس تشارج تايم اللي هي الدي او دي في حاله الطاقه الشمسيه كبير بطيء، التفريغ نفسه يبقى بطيء. هتقول لي طب هو التفريغ ديبند على اللود، لو ركبت لود هيشحن. المهندس انا حاسس بيه، هيقول لك طب ما هو ديبند على اللود، ما انا لو ركبت حمل كبير يروح واخدهم في لحظه. لا، احنا هنا بنتكلم على طريقه التفريغ مش كميه التفريغ. يعني ايه؟ هسال حضرتك سؤال، رحت عملت تيست بطاريه سياره مره؟ حد يعرف البطاريات شغاله بجهد كام؟ 12. الستاندرد بتاعنا على فكره في كل البطاريات اللي احنا بنشتغل عليها يا اما تلاقيها 6 12 24 48. الارقام دي 6 12 24 48. طيب حلو، انا بستخدم بطاريه 12، ال 12 فولت دي لو انت رحت تقيس الجهد بتاعها بالفعل على التستر بتاع البطاريه تلاقيها مثلا 12.7 من 10 12.8 من 10. حاله التشارجنج اللي هي الكيو الشحنه، كميه الشحنه اللي تفضى من البطاريه بتاعت السياره، تتخيل سؤال او تخيل معايا، هل بطاريه السيارات بتاخد كل الشحنه اللي فيها وتفضيها عشان تبدا تعمل الستارتنج اللي انت بتقول عليه، ولا بتاخد كام في الميه من قيمتها؟ سؤال يعني انا لو بصيت، بص على البطاريه قبل التشغيل وبعد التشغيل بثانيه، يعني انا دلوقتي البطاريه دي فول تشارج مليانه كيو شحنها تمام. البطاريه دي انا شغلت، هل انا لما اجي اشوف كميه التشارج قبل وبعد كميه الشحن
قبل ما اشغل وبعد ما اشغل البطاريه دي هتفضى بمقدار كام؟ يعني شويه اللي مشغلوا لي السياره كام في الميه من الشحن؟ كام يعني كام في الميه؟ يعني هل متوقع ان انا دلوقتي لو رحت شغلت السياره هروح الاقيها مشحونه بنسبه 90% واللي فضي منها 10% هو اللي شغل، ولا مثلا هي فضت 50% عشان تشغل السياره و 50% منها لسه مليان، ولا العكس ان هي فضت 90 وفضل منها 10% مليان؟ انا معايا كوبايه اهي في حاله السيارات. يعني افهم معايا اللقطه دي تفهم الموضوع. لما بدخل في علم البطاريات الناس كلها بتتوه مني ولا حد بيفهم اي حاجه. هنقول كلمتين الدراسه الامبير اور والكلام ده سيبك من ايه. خلينا نقول حاجه عملي. ادي معايا كوبايه مليانه ميه، الميه دي اعتبرها تشارج. هل البطاريه بتاعت السياره لما اشغل بيبقى الحته اللي فوق دي هي اللي هتشغل والباقي اللي تحت لسه مليان؟ يعني انا بلعب في 10% اللي فوق بس، يعني اللي بيع او 5% او 3% او اي رقم. المهم ان البطاريه، افهم معايا، ان البطاريه بيبقى فاضل 90% منها دايما مليان وانا بلعب في 10 اللي على الوش، ولا بفضي في كل مره 90% وبلعب الحته اللي تحت بس دي هي اللي بتبقى مليانه في كل تشارج وديس تشارج؟ دي هنسميها سايكل. هو ده الفرق الرئيسي بين بطاريات السيارات وبطاريات الطاقه الشمسيه. تتخيل بطاريات السيارات انهي واحد منهم؟ تاخد 90. بطاريات السيارات هي اللي بتستخدم، يعني من الاخر كده بالبلدي بتفضي، بتعمل ديس تشارج وبتشحن في ال 10% اللي على الوش. فهمت؟ في حد مش فاهم؟ يعني انا لو رحت بصيت على البطاريه قبل وهي فول تشارج هلاقي مثلا الشحنات كام الف شحنه مثلا. هروح الاقي الشحنات بعد ما عملت ديس تشارج هلاقي كام الف دول؟ قل منهم 5% بس، وال 95 موجودين. شويه اللي في الوش دول هم اللي بيفضوا، عشان لو انا هشغل تاني بعديها بشويه هيبقى عندي كميه تشارج تقدر تخليني اشغل تاني مره. طيب هسال سؤال، ايه الكاركترستكس بتاعت البطاريه اصلا؟ تكوين البطاريه، اي بطاريه في الدنيا بتتكون من ايه؟ من الاخر البطاريه بتتكون من نوعين، كاثود ودرجه، تمام؟ زي انود وكاثود كده، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، اللي هم الطرفين بتوع الليد دول هم الطرفين بتوع البطاريه، محطوطين داخل حمض لو هي حمضيه. وهنقول قصه الجافه دي، خلينا في الحمضيه اللي هي بتاعت الطاقه الشمسيه، لان الليثيوم ليه مشاكل معانا في البطاريات الجافه يعني. خلينا في البطاريات الحمضيه اللي هي بيسموها الليد اسيد، تمام؟ بطاريات الرصاص. الليد اسيد دي بتبقى عباره عن قطبين، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، ومحطوطين داخل ايه؟ الكتروليت. الفكره كلها في تراكم الشحنات حوالين القطبين دول في فتره الشحن، ولما باجي افرغ بتطلع الشحنات تروح على اللود. حلو. السؤال بقى عشان ابدا اشوف الفرق بين السياره والطاقه الشمسيه وليه ده غالي، يعني ليه اللي خاص بالطاقه الشمسيه غالي؟ هل تخانه الالكترود ده اثر معايا او البوزيتيف والنيجاتيف؟ مين يقدر يشحن للكل ويفضي كل اللي عنده؟ يعني هيبقى الكوبايه 90% منها فاضي ويفضل 10 بس، وبعد كده يعمل ريتشارج يشحن الكل ويفضي. المفروض القطب اللي هو التخين ولا الرفيع؟ مين اللي يقدر، شفت انت ايه، يفضي كل الطاقه؟ يعني المهندس سامح قال لك معلومه مهمه جدا، انا لو فضيت كل الطاقه في السياره لما اجي اعمل تاني شحن على السريع مش هتعمل مره اتنين تلاته، لان هي ايه؟ هتاخد وقت كبير جدا في عمليه الشحن. ثانيا انت فضيت كل التشارج. طب عشان اخلي حد اشبعه للنهايه واجوعه للنهايه، وفي واحد يا دوبك ايه، انت بتاكل 10 بيضات، انا بدي لك 9 ومره 10، بدي لك 9 ومره 10، تمام؟ مين يبقى فرفور وفافي ومين يبقى واد ناشف؟ الفرفور والفافي ده اللي هو المدلع اللي هو مين؟
بياخد 9 او 10 من قيمه الاكل بتاعه، انا بنقص منه او 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 اديله الفول بتاعه. فده ايه؟ لان انا لو جيت على ده ورحت جوعته خالص مش هستحمل. مش عليك انت مش مهندس والله، مش على اي حد ورا. فاللي عايز اقوله الشاهد ان البطاريات الخاصه بالطاقه الشمسيه بتبقى البوزيتيف والنيجاتيف بتاعها مصنوع من ماتيريال اقوى من بطاريات السيارات، وهو ده اللي بيقدر يديها القدره ان انت تفرغها تمام للاخر تحت وبعد كده تشحنها. عشان يبقى عندها القدره دي فليها خصائص ان السيكنس نفسه بتاع البوزيتيف والنيجاتيف بيبقى اعلى ومصنوع من مواد خاصه، وبالتالي هو اللي مغلي مين؟ مغلي سعر البطاريه. وانا عايز اعمل كده ليه؟ لان في البطاريات بتاعت الطاقه الشمسيه عايز اقعد اشحن 6 ساعات ولا 10 ساعات وعايز افضي في 10 ساعات. انا مش بتكلم على يعني انا بتكلم على اسلوب الشحن، هنا بتكلم على اسلوب الشحن مع الزمن واسلوب التفضيه مع الزمن، هو ده السر. ولذلك انت لو الزمن بتاع التفريغ سريع جدا بيحصل مثلا في 3 سكن مكناش هنستفيد احنا البطاريات الشمسيه احنا في حاجه، يعني اقعد اشحن النهار كله وتقطع الشمس تغيب فجاه كل الحمل ايه؟ بطاريات فرغ. دي هتبقى مصيبه، يبقى انا ما استفدتش حاجه، لا انا عايزها ايه تفرغ براحتها، حتى لو مركب عليها حمل صغير او كبير، لان حسابات الحمل غير اسلوب الشحن والتفريغ. يعني ايه؟ يعني المهندس سامح يقدر يعمل ايه وهو سلوكه ايه؟ هو يقدر يعمل حاجات كتير بناء على تصرف الراجل اللي قدامه، بس هو الراجل طبعه طيب فبيتصرف بطيبه، واحد تاني طبعه شرير. احنا نتكلم على الكاركترستكس، خصائص البطاريه نفسها، ينفع اشحنها ببطء وافرغها ببطء، ده اللي احنا عايزينه. طب البطء ده هيبقى ساعه ساعتين 5 10 حسب الحمل، صح؟ فانت ممكن البطاريه دي البطاريه بتاعت الموبايل بتاع حضرتك ممكن تكفيك 4 ساعات، ممكن تكفيك 10 ساعات، ممكن تكفيك يوم كامل انت ما تستخدمش ابلكيشن اتصال بس. اما انت هاري الموبايل انترنت ويوتيوب ومش عارف ايه وبتاع، فهتلاقي الكهرباء كلها اتسحبت في اول ساعه. هل الموبايل عنده قدره ان هو يفضى في ساعه ويفضى في 10 ساعات ولا ما عندوش؟ هي دي اللي بتحدد سعره، يعني هي دي اللي بتحدد سعره. اما في واحد تاني عشان البطاريه فيها مشكله، سواء شغلت ابلكيشن او ما شغلتش ابلكيشن، اخر الموبايل بيقعد ساعه. يبقى ده كاركترستكس، يعني خصائص. يعني تاني اهو عشان الراجل ده يقول لك طب انا عايز خلاصه زي ما احنا متعودين. بطاريات السيارات مختلفه عن بطاريات الطاقه الشمسيه، مختلفه فين؟ ان عمليات الاس او سي والدي او دي في الاثنين مختلفين. في حاله الطاقه الشمسيه انا عايز حاجه بتعمل شحن وتفريغ في زمن طويل في الاثنين. اما في حاله السيارات عايز حاجه بتعمل شحن في زمن مش طويل قوي، يعني هو مش هيقعد يشحن 30 ساعة، لأن ممكن زي ما بقول المنصر كده أعمل كونتاكت مرتين ثلاثة أربعة. عايز زمن شحن سريع شوية مش جامد، بس زمن التفريغ لازم يبقى إيه؟ سريع جدا، بيصل إلى 3 ثانية 4 بضع ثواني، يعني ممكن من 3 ل 9 ثواني لحد ماكسيموم خالص 30 ثانية زي ما قلنا حسب الشغل. خلاص الجزئية بتاعت البطاريات خلاص اتفهمت أعتقد، يعني الحمد لله. وبالتالي احنا غطينا جزء كبير جدا من البطاريات في الكلمتين دول.